الراي العام سواء اللي حضر معنا احنا ولا سواء اللي خارجين فهم بان المجلس فيه نقاش فيه تجادل فيه اراده والا سبعه السوايع ديال اللجنه هما امام بان راه عندها الاهميه ديالها. فكنشكركم على انكم زعما صبرتوا معنا. استمرارا على النقاش اللي بديناه باش نفرزوا القضايا، حنا كنناقشوا امور ذات طبيعه مصداريه وقانونيه اللي عندها علاقه بواحد الشركه ديالنا اللي هي مؤسسه التعاون بين الجامعات. بدينا الملاحظات ديالنا قلناها الامور خاصها تكون باش نحسنوا القرار الجماعي، ولكن باش نكونوا كنتاخذوا موقف مبني. كنظن بان رئاسه المجلس الان عندها المعطيات الكافيه، وكنظن بان عندها الوسائل باش تمد المجلس سواء حالا ولا سواء مستقبلا بهذه المعطيات هذه باش نكونوا زعما على توافق مع هذه النقطه هذه. مساله اخرى باش نحيدوا هذه الضبابيه هذه، ما كاينش شي مغربي ولا مغربيه راه عنده مشكل مع التنميه، راه حنا اصلا درنا انتخابات باش تكون التنميه. اي فاعل هنا سواء كان منتخب اليوم انا منتخب غدا نقدر نرجع فاعل عادي، الفاعل دابا العادي خاطر يرجع منتخب، راه النقاش كامل هو بغينا التنميه. حنا عايشين في هذه المدينه، بغينا فضاءات خضراء مزيانه، بغينا مرافق مزيانه، بغينا حركيه مموريه مزيانه، هذا هو الديدان ديال الجميع. ما نظنش بان غيكون شي واحد عنده شي موقف فمي باش التنميه، واخا جينا من الامم المتحده نقول لها بسم الله وامين. ونحن كمنتخبين درجه اولى وكمواطنين وابناء هذه المدينه راه حنا واعيين بالمستقبل ديال مدينه تمارا، كلشي فاهم بان تمارا اليوم عندها واحد الافق، خصوصا ان كان غيكون المونديال وكذا، كاين واحد الافق في تمارا، هادشي كيشرفنا وحنا غنعيشوا فيه وغنعيشوا فيه ولادنا وغنعيشوا فيه اظن الاحفاد ديالنا. فبالتالي الله يخليكم ما نبقاوش نديروا هذا التقابل شي معاه شي ضد شي، راه ما كاينش. ملي كناقشوا راه كناقشوا باش نمارسوا الاختصاصات ديالنا في اطار مبدا التداول الحر اللي ضامن القانون التنظيمي 1314 واللي هو كيعبر عن اراده الامه المغربيه. هذا قانون تنظيمي داز في البرلمان وجا باش يترجم تصو 2011، بمعنى حنا كنديروا الاختصاصات ديالنا وكنشكروا وكنديروها في اطار واحد الوعي باننا راه في اطار الشراكه، راه ما كاينش شي واحد شي حاجه بوحدو، راه كاين مؤسسه ديال الدوله، كاين سلطه المراقبه الاداريه، كاين القطاعات الحكوميه، كاين المجتمع المدني، هادشي كله كيشتغل في واحد الانسجام باش يكون واحد الاثر على المجتمع. طبيعي الحال كل واحد من الزاويه ديالو، كل واحد كيفاوض على الموقع ديالو، كل واحد كيحاول يترجم اراده المجتمع. حنا الاراده اللي كنترجموا هو الاراده الداخليه اللي صوتوا عليها. حيت ملي غنرجعوا باش نعطوا الحصيره نقولوا ودي علاش درتوا هادشي؟ علاش درنا؟ إذا كان مزيان فخلينا جميعا، وإذا كان خير غنتحمل مسؤوليتنا. فلذلك باش نحيد هذه المسألة. مسألة أخرى، إرادة اللجان واضحة. كان الغرض هو نعمقوا النقاش، وكيتبين لي بأننا عمقنا النقاش. كنظن بأن كل مكونات المجلس وربما حتى المجتمع والفاعلين دابا بداو تيفهموا هذا النقاش علاش داير. هاد الإرادة راه غادا في الطريق ديالها، خصنا نحطوها في المسار ديالها. المطالب اللي طلبنا كنظن الرئيس عنده وسائل باش يوفرها، المحضر ديال الدورة كنظن هادشي راه عندكم، إلا تواصلتي مع مؤسسة التعاون الله يحيلو غتحيلو علينا باش نشوفو شي أمور. وكنطلب بأن يتضمن في المحضر ديال الدورة بأنه الرئاسة والمكتب المسير خصو يحرص على شيء. راه حنا كتمدلنا كنائب تاريخ في مؤسسة التعاون، اللي مؤسسة التعاون اللي بالمناسبة قلتها في المداخلة الأولى كنشكروها أن انتبهت لينا وعرفناها بأنها راه كاينة في الوجود وأنها راه كدير شي حوايج. خاص تمشي تقول لي عندي مجلس خاص تجيو عندهم. رئيس ما كنتكلموش عليه بصفته العمدة ديال الإسلام، كنتكلموا بصفته رئيس مؤسسة التعاون يجي ويدير لنا عرض لان كاين مجموعه من القطاعات كتشرف عليها باش يفهموا المواطنين اختصاصات ديالو وخصوصات واحد اخرين، حيت حنا كنسالوا على كل شيء. وتجي ودير عروض في الصاله وتعطى الحق للمجلس بانه يسالها، لاننا حنا اللي حطينا متولين كيف ما حنا كنسالوا من المجتمع راه حنا خصنا نسالوا هاد الناس هادو. وملي نسالوهم
ويعطونا معطيات وافية في الأمور اللي عندها علاقة بريطة، في الأمور اللي عندها علاقة بتدوير النفايات، تكون عندنا المادة الأساسية باش نرجعوا للمجتمع نعرفوا نتحررنا. لذلك السيد الرئيس أنا كنطلب تطمن هذه النقطة في المحضر ديال الدورة، و سي حتى هو راه حاضر معنا، حتى هو كنحب له المسؤولية، هو الأخت حما أنا عارفه بأن بغا يوصل الصوت ديالو. سي حتى إلا عندو شي إفادات في هذه النقطة راه يقدر ينورنا باش نتقدموا للأمام. شكرا.